قصة معركة. مع انتهاء السلسلة الأولى من قصة معركة، نأمل أن نلقاكم بسلسلة أخرى نتحدث فيها عن كل تلك البطولات الخالدة في كل الحقب النيرة التي مر فيها العالم الإسلامي، لأنه لا يمكن أن نغطي حكايات عمالقة التاريخ الإنساني المجاهدين الأبطال في سلسلة واحدة على مدار 30 حلقة فقط. والصحيح أننا ومنذ الحلقة الأولى في هذه السلسلة ونحن نقلب بعض صفحات التاريخ المشرقة، وجدنا العز والفخر تملأ النفوس. وجدنا المعتصم بالله وقد أعد لفتح عموريا. وجدنا أن نداء امرأة مسلمة، امرأة واحدة أهانها إمبراطور بيزنطة، أعد لتلبية النداء جيشا وقام بفتح عظيم، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. وما أن أسقطنا ما حدث مع تلك المرأة شرارة العلوية على ما يحدث مع المرابطات المجاهدات في القدس الشريف الآن وكل نداءاتهم الأليمة، نجد وقد خلت عقول الزعماء من نخوة المعتصم بالله. وجدنا في معركة بدر أولى معارك المسلمين الفاصلة، وجدنا صحابة صناديد يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وجدنا في بدر الملائكة تقاتل مع النبي الكريم والصحابة. وما أن انتقلنا إلى ذلك الفتح العظيم القسطنطينية، وقد أنهى محمد الفاتح حكم 1000 عام لحضارة روما الشرقية، وقد دخلها الفاتح بكل عز وفخر وشموخ، لأنه خير الأمير أميرها وخير الجند جندها. دخلها وأعلن من آيا صوفيا أن إسطنبول باتت سرير الإسلام. ونحن نقلب صفحات التاريخ المشرقة بهذه السلسلة التي قدمناها لكم، التقينا مع البطل درار بن الأزور. الشيطان عاري الصدر في أجنادين وكأنه يعاتبنا لأننا كدنا نضيع قصص أبطالنا الحقيقيين، وشاهدنا الصحابية أم حكيم وهي تجاهد بعمود خيمتها وتقتل 4 من الروم. رحنا معكم بهذه السلسلة إلى العراق وتحديدا في القادسية ومع سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه، ورفقنا القعقاع بن عمرو التميمي وهو يقتل الفيل الأبيض العملاق وينشد: ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقوسة البتر الرقاق. رجعنا معكم إلى هرقل والرد المهيب لأمير المؤمنين عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب: ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. والنتيجة كانت فتح عظيم. رحنا معكم في هذه السلسلة إلى اليرموك وشاهدنا كل تلك العظمة والمهابة وماذا فعلت أول كتيبة فدائية في التاريخ بقيادة عكرمة. شاهدنا في اليرموك كل تلك البيارق والأعلام والأبطال، وكيف أن خالد بن الوليد انتزع نصرا مؤزرا. أبحرنا مع الأسطول العثماني ورحنا إلى معركة بروزة برفقة القائد البحري بربروسا، ذلك المجاهد صاحب اللحية الحمراء، وأيقنا أن بروزة تحجز مكانا لها على رأس المعارك البحرية الإسلامية الخالدة. في حطين كان الأمر مختلفا مع القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد لنا القدس وفلسطين وبنى لنا منبرا ومسجدا وأعاد مجد الأمة والعهد العمرية التي فرطنا بها، وبأمانة صلاح الدين وراحت القدس وراحت فلسطين من جديد.
رحنا معكم في هذه السلسلة إلى مؤتة، وتلك السرية الإسلامية الصغيرة التي لاقت جحافل الجمع العظيم من الروم وثأرت لمقتل صحابي، وكان نصرا ضد أعظم إمبراطورية على الأرض في ذلك الزمان. جلسنا وإياكم في قصر طوب جابي مع السلطان سليمان القانوني، وحدثنا كيف أذل أوروبا واحتل نصفها بعد أن قتل ملك المجر لايوش رسول السلطان، فكانت النتيجة دفنه هو وجنده تحت الأرض في مهاكس. رجعنا إلى معركة حنين، والرسول الكريم ينادي: أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وسافرنا إلى فلسطين في عين جالوت، ورافقنا قطز وهو يعد جيشا من خير أجناد الأرض من أهل مصر ليحارب الطغاة المغول الذين تلقنوا درسا في معنى الجهاد. ذهبنا مع جيش السلطان مراد الثاني إلى فارنا في بلغاريا على سواحل البحر الأسود، وشاهدنا البطل خوجة قراجة خضر آغا وهو يقدم رأس حاكم المجر الذي حنث بيمينه وفكر بغدر الدولة العثمانية، قدمه كهدية لمراد الثاني. رافقنا سيف الله المسلول خالد بن الوليد في معركة الولجة، ورأينا كيف يرسم خطة الكماشة، ذلك الابتكار المدهش، ونال نصرا عظيما. أكملنا مسيرنا من الولجة في العراق إلى نهاوند في إيران، وهذه المعركة التي حررت إيران وضمتها للخلافة الإسلامية. ذهبنا وإياكم إلى الأناضول، ورافقنا ألب أرسلان السلطان السلجوقي وهو ينتصر في معركة ملاد كرد، ويسلم الراية إلى حفيده السلطان علاء الدين كيقوباد، هذا السلطان الذي وثق كثيرا بالغازي أرطغرل قائد قبيلة الكاي أرطغرل، الذي أرسى قواعد الدولة العثمانية عندما عهد لابنه عثمان تأسيس إمبراطورية عظيمة حكمت العالم لستة قرون. عاودنا الإبحار في أساطير الدولة العثمانية وهي ذاهبة للقضاء على فرسان قديس يوحنا في رودوس، تلك الجزيرة التي أصبحت عثمانية وسقوطها هز عرش البابا في روما. نعم يا سادة، كنا معكم في هذه السلسلة نقلب تاريخنا الزاخر بالمجد التليد، متلالئا بنجوم زاهرة تتعثر فيها هاماتنا، ونحن نبحث عن أعلام المسلمين وعن عمالقة صنعوا الأمجاد وكان لهم الدور الكبير في الإرث الإنساني، شاء من شاء وأبى من أبى. لقد أعدنا في قصة معركة كتابة التاريخ وصياغته بأيدينا، علنا نساهم ولو بجزء بسيط من مسح غبار الغزو الثقافي الذي مورس علينا بأبشع صورة. قصة معركة حقيقة مجردة لمجد إسلامي حكم العالم لقرون، وكان العنوان الرئيسي فيه: أبطالا غيروا مجرى التاريخ. أبطال هم نجوم في سماء ليلة مظلمة زينوا السماء وأحاطوا بذلك القمر، القمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الدنيا في دين التوحيد. أبطال كان شعارهم دائما وأبدا: لا إله إلا الله محمد رسول الله.